السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار جديد من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات. دكتور خالد غفار أعلن أنه تكرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى الحصانة على شهادة الثانوية العامة حتى الساعة 7 من مساء الخميس. وقالت الوزارة في بيان لها: يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا من تسجيل رغباتهم خلال موقع التنسيق، وأتاحت الفرصة لأبنائهم للحصول على زيادة درجات نتيجة تظلمات تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، والمنح الباقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع، ومن ثم يتم إعلان النتيجة. الوزارة قالت برضو اللي ما تقدمش لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق أو طلاب الرغبين في تعديل رغباتهم بالتزام الموعد المحدد. تنسيق المرحلة الأولى يا جماعة بدأ من يوم السبت 22، وكان مقرر إنه يستمر حتى الساعة 7 من مساء يوم الأربعاء، ولكن امتد إلى يوم الخميس الساعة 7. فيا ريت اللي لسه مسجلش لسه ما عدلش يلحق يجهز ويظبط حاله، لان خلاص اخر موعد يوم الخميس. يا ريت ننشر الفيديو لحد تعمل الفائده، وانتظرونا في كل جديد، واكيد على قناتكم قناه اجيال اندلس. في امان الله.